باع عندنا هنايا نا ديباعوا عندنا فتفرق بين المرأة اللي هي عجوز واللي هي يونغ. شوفوا هنا هو هذا عندها healthy bone، المرأة اللي هي يونغ شنو عندها؟ عندها البون ريسوربشن، هو يساوي البون فورميشن. بون فورميشن إن هي مسؤولة عليه الأوستيوبلاست، بون ريسوربشن أو التحطيم مال العظم اللي هي مسؤولة عليه الأوستيوكلاست. فيش عندها؟ عندها البون ريسوربشن، الأوستيوكلاست اللي مسؤولة عن البون ريسوربشن عددها بقد الاوستيوبلاست، كميتها بقد الاوستيوبلاست. طبعا احنا عندنا الاوستيوسايتس عاديه، فخلال هذا الشيء لما عندنا العدد متساوي يعني معناها كل ما راح ينتج عندنا اوستيوبلاست بقد اوستيوكلاست. اذا تحطم هنايا بالاوستيوكلاست بالاوستيوبلاست تعوضها، فعندنا العظمه راح تكون هيلثي. بالنسبه للمراه العجوز ايش عندنا؟ احنا لما نكون ادلتس او نكون بعدنا يونغ يعني باختصار احنا الشباب، فاحنا عندنا راح يكون اكو فورميشن مستمر للاوستيوبلاست، لكن مرور الوقت لما نكبر راح تقل عندنا نسبه الاوستيوبلاست بجسمنا، راح تبقى بس الاوستيوكلاست. هاي الاوستيوكلاست راح تبقى تكسر لنا بالعظم، راح يصير عندنا بريك داون بالبون تيشو. يصير عندنا بريك داون بالبون تيشو راح عظمنا يتعب. ما تشوفون الكبار بالعمر كلهم عندهم مفاصل؟ لا، عندنا بالبون ريسوربشن يكون مثل ما تلاحظون انه البون ريسوربشن اكثر من البون فورميشن. هنا الاوستيوبلاست قليله، الاوستيوكلاست اكثر، راح تحطوا من العظم مثل ما تلاحظون هنا انه العدد مال الاوستيوسايت قل عن هذا العدد اللي فوق، فراح يصير عندنا الاوستيوبروتيك فراكتشر، راح يصير عندنا فراكتشر اكثر بالناس اللي هم كبار بالعمر. بون فورميشن ذا بروسيس باي ويتش البون فورمز از كولد الاوسيفيكيشن. قلنا ان البون فورميشن هي معناها اوسيفيكيشن. Bone formation or ossification occur in four situations. Formation of the bone in embryo. طبعا embryo قلنا راح يصير عندنا بداية تحول من cartilage إلى bone. Growth of the bone until adult hold. طبعا راح يصير عندنا growth مال bone اللي هو الحد الأدولت اللي راح يتحول لنا إلى epiphyseal line. Remodeling مال bone اللي هو معناها نصير change بالshape of the bone. يتغير شكل العظمة، يكبر شكل العظمة. وعندنا بالريبير اوف الفراكتشر، لما يصير عندنا فراكتشر بالجسم راح نحتاج الى بون ريمودلينج واوسيفيكيشن حتى العظمه مالتنا يصير بها هيلينج. بون فورميشن، فورميشن اوف ذا بون ان ان امبيريو. بون فورميشن فولوز تو باترنز، اثنين انماط عندنا، انترامبرينوس اوسيفيكيشن اللي هو الاول باترن، وثاني باترن اللي هو الاندروكوندرال اوسيفيكيشن. انترامبرينوس اوسيفيكيشن فلات بون اوف ذا سكول and the mandibles are formed in this way. البونز اللي هنا الفلات بالسكال والماندبل اللي هو الجو مالتنا الفك formed in this way. Soft spot that's held the fetal skull passes through. احنا عندنا soft spots اللي هنا صايرات بالسكال. شايفين الطفل لما يكون عنده السكال مالته تكون بها فراغات. The birth canal later become ossificated forming the skull. احنا هاي الفراغات مرور الوقت خلال الامبريو خلال الطفل راح تكبر عندنا. سامعين من يقولك الطفل الراس مالته يكون لين؟ عندنا فراغات بالراس مال الطفل بالسكال، هاي مرور الوقت راح يصير بها اوسيفيكيشن حتى تكتمل عندنا السكال مالتنا. الاندروكوندرال اوسيفيكيشن اللي هو قبل شوي شرحنا، ريبليسمنت اوف الكارتليج باي بون، راح الكارتليج يتحول الى بون تيشو. موست وان اوف ذا بودي ار فورمد ان ذس واي انكلودينج اللونج بون، هاي اللونج بون قبل شوي شرحنا عليها. البون فورميشن انترامبرنوس اوسيفيكيشن اللي هو حكينا عليه يصير عندنا بالسكال. اول شيء ديفلوبمنت اوف الاوسيفيكيشن سنتر، عندنا هذا الاوسيفيكيشن سنتر بعبارة عن اوستيوبلاست، بس اكو اوستيوبلاست بالسنتر خلال البداية مالته اللي هي بها اكستراسيلولار ماتريكس. ثاني شيء عندنا الكالسيفيكيشن اللي هو راح يصير عندنا بعدين راح يبدي المرحلة مال الكالسيفيكيشن اللي هي المينيراليزيشن. راح شيء يصير عندنا الاوستيوبلاست راح تتحول الى اوستيوسايت، وعلى الاطراف هم تبقى عندنا فورميشن مال اوستيوبلاست. يعني بقى عندنا هنا اوستيوبلاست بالاطراف واوستيوسايت باللاكوني صايره بالسنتر. فهاي الاوستيوسايت اللي بالسنتر مثل ما قلنا اللي هي راح تفرز لنا البون ماتريكس. كالسيوم عن اذر مينيرال سالت ار ديبوست ان اكستراسيلولار ماتريكس كالسيفايز هاردنز. عندنا فورميشن مال الترابيكيلي، الاكستراسيلولار ماتريكس ديفلوب انتو ترابيكيلي وذ فيوز اوف فورميشن اوف السبونج بون. طبعا احنا نعرف كل شيء انه قبل شويه عندنا هاي هذا عندنا الاكستراسيلولار ماتريكس راح يتحول عندنا الى ترابيكيلي اللي هي السبونجي بون، وراح تدفع لنا الكومباكت بون على الاطراف ويكون بالوسط عندنا السبونجي بون. ديفلوبمنت اوف البريوستيوم، حيصير عندنا على الاطراف البريوستيوم وجواها الكومباكت بون،
وجواها السبونجي بون اللي هو بيه تعب كلي. هاي عندنا endochondrial ossification، طبعا هذا نفس اللي شرحته قبل شوية اللي هو هذا، لكن هنا ضايفين details أكثر. طبعا الباراجراف من نزلت الدكتورة بس صفحتين، فأنا جبت الدياجرام كامل من الانترنت. أول شيء عندنا مثل ما قلنا هنا pericondrium وhyaline cartilage، راح يصير عندنا ossification center بالبداية بالوسط. هنا عندنا بي uncalcified matrix وcalcified matrix، بعدين راح يبدأ عندنا يطلع عندنا هنا هو يطلع عندنا blood vessels، لكن هنا بحدد لك بالضبط اللي هو uterine artery. uterine artery هو خلينا نروح شوية للتشريح، اللي هو يطلع من البريكال artery اللي هو branch من البريكال artery اللي يغذي العظم. uterine artery هو artery اللي يغذي العظم. هنا عندنا primary ossification center spongy bone على الأطراف، بعدين هنا راح يكون عندنا الهمين كالسيفايد وان كالسيفايد ماتريكس، بس وين صار عندنا يعني هذا هنا يعني انه هو اوسيفيكيشن سنتر جديد صار عندنا يم الابيفيزز. هنا يا همين باعوا صار عندنا سيكندري اوسيفيكيشن سنتر، بالبدايه يبدي كالسيفايد ماتريكس بعدين يصير اوسيفيكيشن سنتر، صار عندنا عظم. هنا عندنا الارتيكوليتر كارتليج اللي هو يربطنا بون باي بون، يعني هو ببساطة نفس الخطوات اللي شرحناها قبل شوية، لكن هنا نعطينا more details. هنا يقول لك 12 week old fetus، الفيتس اللي عمره 12 أسبوع sorry. The red area represent the bones that are forming calcified. هاي ال red area البون اللي هو calcified. والtranslucent area أو الarea transparent هي اللي uncalcified. طبعاً why bone need to remodel؟ طبعاً لاحظوا هنا عندنا بالgrowing إن the cartilage grow here، هذا cartilage replaced by bone here، هنا يتحول إلى bone. أما بالنسبة للremodel، فremodel هو change in the shape، the growing مال الشافت حتى يصير be remodel. الريمودل طبعا يصير باي ريسوربشن اللي هو معناها الاوستيوكلاست، هي اللي تسوي لنا بريكنج داون بالبون تيشو حتى يرجع يسوي لنا بنفس الوقت فورميشن للبون تيشو، او شيء يسوي لنا بريكنج داون بعدين فورميشن اوف نيو بون تيشو حتى يسوي لنا ريمودل تشينج ذا شيب اوف ذا بون. هنا ليش احنا نحتاج نسوي ريمودلينج؟ طبعا هاي الشغلات اللي انا جبتها من المصدر، حتى نسوي مينتيننج سترينث للبون حتى تزيد السترينث مالته، repair المايكرو دامج. المايكرو دامج معناها لما يصير عندنا fracture، لما يصير عندنا rupture راح يتصلح عن طريق remodeling. الكالسيوم hemostasis انه راح نزيد الكالسيوم، نزيد المينرالز المينراليزيشن اللي صاير بالبون. adapting to changes حتى يتغير عندنا structure مالتها والsupport اللي يعني يزيد structural support عندنا، وfacilitate growth يسهل عملية growth. طبعا هاي ما مطلوبة منكم، لكن انا رديت افهمكم ليش الريمودلينج يصير بالبون. هذا المخطط مال البون ريمودلينج اللي قلت لكم اريده، وقلت لكم تعرفون الصورة اللي قبلها، الصورة اللي قبلها اللي هي هاي ما لها داعي، فخلونا على هاي الصورة احسن. اول شيء يبدي عندنا البري اوستيوكلاست اللي هي ريستينج بون سيرفيس، قلنا ريستينج بون معناها انه السيل از ان اكتف. بعدين حيصير عندنا اكتيف اوستيوكلاست. اوستيوكلاست هاي كتابات انا كتبتها من المصدر. اوستيوكلاست سبيشلايزد سيل ريسبونسبل فور البون ريسوربشن. الاوستيوكلاست هي اللي مسؤوله عن البون ريسوربشن، بريك داون اند ريموف الاولد اور دامج بون تيشو. قلنا انه هي تسوي بريك داون او ريموفينج للبون تيشو اللي هو القديم. This process release mineral. هاي الطريقه راح تنطينا مينرالز، يعني من يتكسر البون تيشو راح ينطينا يطرح وياه مينرالز الكالسيوم فوسفيد للبلوت ستريم، راح ينطيه للبلوت ستريم. هاي العمليه يسموها الريسوربشن. العمليه اللي وراها يسموها الريفرسال. شنو يعني الريفرسال؟ يعني بالعكس، يعني راح يرجع يصير عندنا فورميشن following resorption. بعد الريسوربشن a period called the reversal phase where the bone surface undergo preparation of a new formation a new bone formation. بعد هاي العمليه مال الريسوربشن راح يصير عندنا bone formation من جديد. فش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا pre-osteoclast ومونوسيلر اللي هنا يعني المونيكولار سيل، اللي هنا الاوستيوبلاست اللي حيساعدونا بالفورميشن بنسب متساوية. طبعا
يصير عندنا bone formation هاي الاوستيوبلاست، وبعدين mineralization نحول الى الاوستيوسايت. الاوستيوبلاست هي التايب 1 البون سيل اللي هي synthesizing new bone matrix. This involves deposition of the minerals. المينرالز اللي انطرحت عندنا صار بها ريليز بالبون بالتكسير مال الريسوربشن. هذين هنا المينرالز حيصير مين ديبوزيشن. ايش راح يسوي لنا؟ يسوي لنا سوليد ستراكشر. ايش حيسوي؟ هذين الاوستيوبلاست زائد المينرالز اللي طلعت عندنا راح تتحول كلها سوا الى اوستيوسايت بعمليه المينرايزيشن اللي هي عمليه مال المينرالز اللي هن الفوسفات والكالسيوم. Osteoblast eventually become embedded in matrix, transform to osteocyte اللي هي الميتشر بون سيل. طبعا السايكل ترجع تنعاد. فأول شيء عندنا السيل is inactive، راح يصير بها resorption اللي هو عن طريق ال osteoclast راح تتحطم عندنا ويفرز لنا minerals. هاي بعدين راح يصير عندنا عملية الريفرسال اللي هي يصير عندنا bone formation من جديد. بعدها الاوستيوبلاست هي اللي بيسوي bone formation. المينرالز اللي انطرحت عندنا ويا الاوستيوكلاست راح يصير بها deposition. هاي المينرالز اللي صار بها ديبوزيشن راح تسوي لنا الاوستيوسايت. هاي نفسها مال الهيموبتسيس اللي قبل شوي شرحناها مال البون هيلينج. طبعا هيك تكون خلصة المحاضرة مال اليوم، ان شاء الله تكون سهلة بسيطة عليكم. بالمناسبة هاي اهم محاضرة بالانسجة، ودكتورة زهراء كلش تحبها، كلش نبهت عليها انه هي راح تجيب من عندها. طبعا كان عندي كم سؤال طرحته الدكتورة بالمحاضرة، اخلي اجيبهن لانه نسيت اجيبهن. طبعا يا هاي الصوره او الصوره للاسئله اللي جابتني اياها بالكويز دكتوره زهراء. اول شيء هي true or false، كوندروبلاست هاف امبورتنت رول ان بون فورميشن. طبعا ترو، لان هي الكوندروبلاست هي اصلا الفورميشن سيل، هي اللي تنطينا هنا مثل ما قلت لكم اللي هي تبدي البري اوستيوبلاست اللي هي الاوستيوبلاست اللي هي مسؤوله عن البون فورميشن. السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني وهذا الثالث. Osteocytes are responsible for bone demineralization. D يعني عكس demineralization false. ليش؟ لأن إحنا قلنا إن الأوستيوبلاست ويا المينرالز هي اللي راح يصير عندنا mineralization. شوفوا بالmineralization منو عندنا؟ الأوستيوسايت. معنى laminar bone form simultaneously with compact bone، يعني إنه هو laminar bone ويا compact bone يصيرون سوا بنفس الوقت. صح، اللاملر بون شنو هو عندنا؟ اللاملر بون اهم شيء تلاحظون ان اللاملر هو نوت سبونجي، هو مو سبونجي. اللاملر هو نفسها اللاملر اللي هي كانت عندنا الاوستيون لما يصير بي الكونستريكت لاملر. اللاملر هو نفس هذا اللاملر بون اللي هو يصير ويا الاوستيون، يعني هو تايب من الكومباكت بون. فهو اصلا موجود الاوستيون ويا الكومباكت بون هو اصلا راح يصير المنشأ مال اللاملر بون. فهذا السؤال هو true. طبعا هذا السؤال استنتاجي، لكن انتم مضوق قريتوا لاملار فهو نفسها الكونستريكت لاملار اللي تصير بالاوستيون. سو هو نفس الكومباكت، يعني حيصيرها بنفس الوقت. هيش تكون خلصت المحاضرة مال اليوم، ان شاء الله اكون وفقت بشرحها وما قصرت بيها. ان شاء الله ارجع لكم بالمحاضرة مال السكن. كانت معكم سجا، شكرا لاستماعكم ومع السلامة.